السلام عليكم. صح صح وصحح. بتسمع كتير، بتسمع كتير، ما تقولش لا، أرجوك ما تقولش لا. بتسمع كتير اللي يقولك هو الحق على مجانية التعليم. يا ساتر على عملية مجانية التعليم، هو عبد الناصر السبب في مجانية التعليم. ثورة يوليو هي الغلطانة يوم عملت مجانية التعليم. هنا في غلطتين لما نصح صح هنصححهم، واحنا بصين لي الجملة دي فيها غلطتين. الغلطة الأولانية إدانة مجانية التعليم، الغلطة التانية نسبة مجانية التعليم إلى جمال عبد الناصر أو إلى ثورة يوليو. والاتنين يا عزيزي كبة تاخد الإنجليزي مش حقيقيين. إزاي؟ رقم واحد، هل مجانية التعليم هي اختراع ثورة يوليو؟ الإجابة لا، قاطعة حاسمة فاصلة. مجانية التعليم أقول لك حاجة ملاش علاقة بثورة يوليو أصلا. إزاي؟ أقول لك إزاي. 1923 ده دستور 23، دستور هو أول ما مصر يعني خدت ما يشبه الاستقلال، الاستقلال الشكلي مش الاستقلال الحقيقي. سنة بعد تصريح فبراير 22 احنا قصاد دستور 23. اللي قال الدستور سنة 23 1923 انه التعليم الزامي في مراحله الاولانية، يعني الزامي ومجاني. ماشي، نستمر بقى لسنة 51 نلاقي حكومة الوفد، حكومة الوفد حين كان طه حسين وزيرا للمعارف بها، بينما طه حسين اصلا ما كانش وفدي بل وكان ضد الوفد، وطه حسين نفسه كان الملك فاروق ضد تعيينه وزيرا للتعليم. عموما بتقر حكومة مصطفى النحاس مجانية التعليم الثانوي، يعني بقى عندنا الابتدائي الزامي ومجاني، وكان اسمه كده التعليم الإلزامي. يعني الإلزامي يعني ملزم غصب عنك ان ابنك يروح المدرسة ويتعلم التعليم ده، ملناش دعوة بعد كده هتعمل فيه ايه او هيعمل فيك ايه، بس لنا ان احنا انت ملزم بهذا التعليم لغاية ابتدائي يعني. فجاء بقى حكومة النحاس باشا وكملت التعليم يبقى مجاني من الإلزامي اللي هو كان ابتدائي وإعدادي بعدها الثانوية، وبقى كل التعليم ده حتى الثانوية العامة مجانيا. ده مين اللي عمل الحكاية دي؟ حكومة الوفد. آخر قراراتها في الموضوع ده كان سنة كام؟ 1951، قبل سنة من قيام يوليو أصلا. طيب جت ثورة يوليو بقى استلمت والبلد فيها ايه؟ مجانية التعليم. سنة 61 لغاية سنة 66 في شوية قرارات خدتها ثورة يوليو وجمال عبد الناصر خاصة بالتعليم، وطلع بقى من سنة 66 التعليم المجاني في الجامعات. فهنا التعليم المجاني الخاص بالجامعة، وبالمناسبة هو ما كانش بفلوس، يعني كان برسوم محدودة زمان قبل الثورة، وكان عدد الطلبة اللي بيروحوا الجامعة ما قبل يوليو هم اللي عملوا ثورة يوليو يعني، وهم اللي خرجوا في المظاهرات. يعني لما نتكلم عن وخرج الطلبة في المظاهرات في قبل 52 وفي عام مش عارف ايه وكفاح الطلبة، ما اسمه طلبة، كانوا طلبة الجامعة، والاوهام بتاعت انه فتحوا الكوبري على الطلبة بدوا طلبة ايه؟ طلبة الجامعة. وبنتكلم على ثلاث جامعات رئيسية في مصر وقتها. ثورة يوليو بقى لما مجانية التعليم اللي عملها مصطفى النحاس دي أنتجت عدد أكبر من الطلبة، مع زيادة عدد سكان مصر، مع زيادة المدارس على اعتبار أنه عبد الناصر أول ما جوهم صدروا قصور كثيرة جدا وحولوها المدارس، عشان كده ممكن تمشي في شوارع القاهرة في القصر العيني مثلا تلاقي مدارس قصور، تتفرج على أفلام بتاعت زمان في 76 مدارس قصر. ليه؟ أنهم خدوا القصور دي من البشوات وخلوها مدارس. برضو ملناش دعوة التصرف ده حكيم وصحيح وسليم دلوقتي ولا لا، سياسية ده موضوع تاني. بكلمك على ليه فكرة بقى في تعليم مجاني جامعي كمان، لان المدارس كترت والطلبة زادت، مع مجانية تعليم خاصة بحكومة الوفد الحصاد انه كان لازم يبقى التعليم مجاني في جامعاتنا المصرية. السؤال هنا عن النقطة التانية بقى، هي مجانية التعليم وحشة ولا حلوة؟ تعال بقى نسأل. والتعليم أخباره إيه في إنجلترا يا جماعة؟ مجاني. التعليم أخباره إيه في ألمانيا؟ مجاني. مش هجيب لك بقية الدول، إنما هتوقف عند ألمانيا وإنجلترا اللي رأيه إن مجانية التعليم
هي المسؤولة عن سوء حال في مصر، فعليه أن يسأل نفسه، الله، ما التعليم في إنجلترا مجاني، ما التعليم في ألمانيا مجاني، إيه رأيك في ألمانيا؟ إيه رأيك في ألمانيا والنبي؟ ها؟ احكي لي شوية عن ألمانيا.